مشاهدينا حياكم الله مرحبا بكم في حلقه جديده. اول مره اقدم اضحك وبعايض خليني شوي. حياكم الله مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم منصه المشاهير. هالبرنامج فكرته نستضيف كل اسبوع شخصيتين من السوشيال ميديا ونطرح فكره او قضيه في المجتمع هالشخصيتين هم مختلفين فيها، كل واحد منهم يحاول يقنع الشخص الثاني ويقنع الجمهور بوجهه نظره. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن الزواج المبكر. الزواج المبكر موجود في مجتمعاتنا، بل بعض المجتمعات تحرص وتحاول بقدر الإمكان أن توثق هذا الموضوع وتخليه عادة دارجة في المجتمعات، ما بين المجتمع الآخر رافضين هذه الفكرة ومعارضين لها بأنها من أسباب ضياع الشباب والفتيات، اختلفوا الناس فيها. اليوم معانا وباسمكم جميعا نرحب باثنين من نجوم السوشيال ميديا ولهبي نجوم، أنا شخصياً أحبهم وأعزهم وأغليهم، فباسمكم جميعاً نرحب الربع، حياك الله. الله يبقيك ويسلمك يا طويل العمر يا سعيد، وتشرفت والله أني اليوم أكون متواجد معك. شكرا يا أخي، شرفتنا. الله يطول عمرك. وباسمكم جميعاً نرحب بأبو جفين، حياك الله. يا مرحب، الله يبقيك، وأنا اللي تشرفت والله بتواجدي معك. أنتم شخصيتين لطيفة، لكم قبول، لكم ما شاء الله الناس يحبونكم، بس نشوفكم على الحقيقه دائم هواش ومشاكل ومضاربه. شو اللي صاير بينكم؟ والله اساله هو، انا ما عندي خلاف، هو اللي دائما والله يتمشكل معي وهو اللي يدور الحرج بعينه. طيب ما جمعت الشباب الجماعه يشوفون لكم حل؟ يشوفوا لكم والله على يدك. على خشي بعد الحلقه. مشاهدينا، ابو جفين يقول انا مؤيد ومع الزواج المبكر، بالرغم انه ما شاء الله شاب توه في مقتبل العمر. أبو اللي هو الربع يقول له أنا رجل عمري 55 سنة وأنا ضد فكرة الزواج المبكر لأني أنا عايش ومطول في هالدنيا ما شاء الله ورحت وجيت، فأنا رافضها. فعندكم في تويتر الاستبيان، خلوكم مع أي شخص أنتم مؤيدين، اللي مع أبو جفين يصوت له واللي مع الربع يصوت له. أبو جفين بداية، وش الأسباب اللي أنت خلتك مقتنع بأن الزواج المبكر هو الزواج الصح وهو الأفضل؟ أول شيء أنا يعني مني مختص في هذا المجال، لكن كوجهة نظر يمكن تكون صح ويمكن تكون خطأ. زواج مبكر، في بعض الأشخاص يعني ينفع لهم زواج مبكر وبعضهم لا ما ينفع، على حسب عقله أنه يكون ناضج بهذا الشيء متفهم. يعني تعرف هذه مسؤولية كبيرة، مو بأنك تتزوج ولا تعرف كيف تدير أمورك ومن ذا الأمور. وبعضهم لا، بالعكس يأيد لأن زوج مبكر رجال عاقل عنده إمكانياته، يقدر يأمن بيته، يأمن وظيفته، أكل عياله، روحاته وجياته، هذا يفيد زوج مبكر. يعني في هالحالة ينفع زوج مبكر، إيه، لكن في بعضهم ما ينفع لهم. طيب حبيبنا الربع، أنت ليش معارض على زوج مبكر؟ معارض طال عمرك، قل له طيب ليش ما تزوج؟ طيب ما دام أنه يأيد الزواج المبكر. أنا أشوف أن الزواج المبكر جدا جدا للأسف الشديد مو في صالح الجميع. ليش؟ لأن طال عمرك الزواج المبكر توهم صغيرين في السن، يعني ما عنده حكم التصرف، ما عنده حكم أنه يقدر يمارس الحياة الزوجية، ما عنده، يعني مو بالكل، أنا أقول البعض يعني ممكن البعض عنده ما شاء الله عنده فكر، يعني ما شاء الله يوزن بلد. بعضهم حتى ما عاشوا طفولتهم، بعضهم ما عاشوا الطفولة، لأن هذه أمانة يا سعيد، لازم الواحد يكون قدها، لازم الواحد يعني يكون يصون بنت الناس أو بنت الناس تصونه، لازم الواحد يكون عنده فكر كيف يبني حياته، كيف إنه يسعد الشخص اللي معه، مو بأن الزواج خذوه فغلوه، يعني الواحد يتزوج على عمر صغير وما أدري إيش. هذا أبو جفين ما شاء الله تبارك الله، ليش ما تزوجت أبو جفين؟ وأنت مؤيد للزواج؟ والله شوف أنا وشي أكمل دراستي إن شاء الله، وإذا تمنت لي بعض الأمور تزوجت أكيد. طب هل أنت فكرت أو في قلبك أحد؟ الرجال يحلم، الرجال يحلم، صارحنا عايدة ما عندك مشكلة. لا ما فكرت؟ لا تون إن شاء الله قريبا. طيب أبو عايد، أنت ما شاء الله تبارك الله متزوج، الحمد لله، وعسى الله يحفظكم ولا يفرق بينكم. اللهم آمين. أنت كم لك صار لك، كم صار لك متزوج؟ حدود سنين. سنين؟ أي نعم. طيب أنت الله سبحانه ما رزقك بعيال. اللهم لك الحمد، لا اعتراض على ذلك. شوف، في حاجتين في الدنيا اللي هي المال والبنون، كل أبوها رزقها عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه. يعني لا هب بيدي ولا هب بيد زوجتي. انا ما دام بنت الناس انها صينتني وحفظتني وحطتني في عيونها، كفو، لها التقدير والاحترام ولها الحشمه ولها الحب كله. كفو. لكن الشيء اللي مو بيدينا وش نسوي؟
صحيح. لكن نطلب الله سبحانه وتعالى ان الله يرزقنا ويرزق كل محروم. هم يقولون من الوقاحه انك تسال انسان بحاجه مو عنده، يعني نعم. مثلا عاطل عن الوظيفه او فقير عن المال. لكن السؤال لك، انت ما شاء الله شخص نعرف من الربع بعلاقاته بروحاته بمتابعينه، انت ما قد فكرت يوم من الايام تقول انا ما جاني عيال لابد اني اتزوج من ثانيه او ثالثه حتى ربي يرزقني؟ احنا مستغربين ليش انت ما تزوجت بالثانيه والثالثه. والله انا اخوك انا ما ايد هذا الشيء، الشيء لا هو بيدها ولا هو بيدي، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه. وبنت الناس ما اخذتني او ان ما اخذيتها الا علشان اصونها واعزها واحترمها، لها التقدير والاحترام. حرمه باعت كل الناس لاجلي، لازم اني ابيع كل الناس لاجلها، احترمها واقدرها. صانتني، وقفت معي في شدتي، ما قصرت معي، فعلي ان انا احترمها، شيء مو بيدينا، عند الله سبحانه. سبحانه. فليش ان انا اروح اجازي الاحسان بالشيء اللي مو بزين او انه يزعلها مع انه من حلال، شيء حلال، لكن انا راضي باللي عندي والله لك الحمد، ورزقني الله بخير وبركه، ما رزقني في فاضي اللي عندي. الله يستحق. الله تحيه ابو علي. الله يجعلني تحيه تحيه. عسى الله يحفظكم ويرزقكم ابو جفي. انت ما شاء الله لبه اليوم، والله اني تعبان ترى، اعذروني وانت خابر اني علمتك البارح لا تنزل دبي وترجع ابو ظبي. رحت مشوار، رحت ابو ظبي ورجعت لدبي، رحت ابو ظبي ورجعت لابو دبي. انت ابو عاد محبينك كثار. الحمد لله. وانا لو انها بيدي ما طلعت من عند البارح، لكن جعلني في امر الله. ابو خلها بدون، خلها ابو جفي. انت ما شاء الله طالب متعلم الان في الجامعه، بل انت ان شاء الله مقاطع قديمه وهو صغير في الثانوي شفتها. ايش رايك فيها؟ انا بشوف الحين اقول ابو جفين كيف وضعك انت من اول مره. وش في، انت ما شاء الله متعلم في الجامعه، باختلاطك في الناس ودخولك في مجال الاعلام ما غيرت فكرتك انك انت ابو جفين لابد تتزوج متاخر مو بدري؟ يعني هل الفكره ما تغيرت من راسك نهائيا؟ انا طبعا نصيب ما تدري، يمكن اني اتزوج بدري يمكن اتزوج متاخر، لكن انا اشوف الرجال اللي يعني عقله كامل عادي لو تزوج بدري ما فيها شيء. يعني عمرك كم مثلا؟ يعني مو ب 14 13 لا طبيعي، يعني هذا رخصه ما عندك كثير. لكن من عمره مثلا 19 20 21 ها العمر هذا عادي، ما اشوف ما في شيء اذا كان الرجال فاهم وعاقل ويعرف كيف يدير اموره ما في شيء. طيب انا بخالفك في حاجه واحده، يعني الجيل الاول ابو عايد والله هنا ابو جفين تزوجوا عمره 18 او 16 والحياه بزينها وبشينها، لكن جينا الحين توصل بنت عمرها 22، الشاب 22، ايش طموحاته كيف لانه؟ والله تستحي وانت تسمعها، تسال الشاب تستحي وانت تسمع. نعم صحيح. احنا يمكن نزوج ابو 22 او 20 ذولا طموحاتهم اما سفره اما اشياء، يعني نقول اشياء مكمله للدنيا، هذا كيف انت تثق انك تعطيه بنتك او كيف انك تثق بانك تزوج ولدك هالبنت؟ نعم صحيح، لان اول ما شاء الله تبارك الله يعني الاولين مروا في تعب، مروا في جوع، مروا في تعب، والواحد تصقع الدنيا يمين يسار، ولا جاء عمره 18 انقدها ما شاء الله رجال وقدها خلاص. علمتهم يعني الحياه. اي علمتهم الحياه، لكن الحين الحمد لله فهم من وامان وخير وبركه، والواحد على ما قال اول ما يطلع الدنيا كل شيء مجهز قدامه. صحيح. فلازم الواحد يعني ياخذ شويه. انا اشوف السن اللي يعني اللي ايد يعني انا وجهه نظري انا السن اللي الشاب المفروض انه يتزوج فيه هو الشاب من 25 وطالع يكون الفكر يعني قد نضج، والواحد يعني عنده متهيئ للزواج وانه يقدر يعيش الحياه الزوجيه باذن الله تعالى. لكن 18 اشوف توه بدري. طيب هل تفرق في وجهه نظري ذي يعني؟ طيب هل تفرق الشخص اللي الدنيا كدته يتزوج عمره 20 والشخص اللي عايش حياته كلها مع اهله ما شاء الله ولد فلان بن فلان ومجهزين له كل الامور، تفرق عقليتهم في الزواج اللي الدنيا حكته واللي كل شيء مهيئ؟ اي والله تفرق، هذا طال عمرك ما شاء الله تبارك حكته الدنيا وفاهم الكفت كله، الرجال الثاني طال عمرك لا والله طال عمرك على الدنيا وكل شيء قدامه وكل شيء عنده وعايش، يعني في فرق يعني هذا محكي حكته وذا لا. في ميزه بعد الزواج المبكر. وش الميزه؟ انك اذا تزوجت بدري بعدين كبرت انت صار عمرك مثلا 26 لولدك يعني قده كبير كبرك ما بينك وين الخمس سنين سبع سنين، فانت تكون فاهم عقليته ويكون يخدمك ويكفيك يعني في امور ثانيه. انا 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 مع في هذا الشيء، لكن انا اقول للمقتدرين بنت الناس انت خذيتها لازم توفر لها سكن، لازم تعيشها الحياه الزوجيه وهي مرتاحه وهو مو بناقصها شيء، لازم تحسسها انك اخذتها من بيت ابوها وامها او هي طلعت من بيت ابوها وامها عند هذا الشخص انها تحطها في عيونها، هذه شعرها في وجهنا، اما صناها ما فينا خير، هي ما طلعت من عند بيت اهلها او انت ما طلعت من بيت اهلك وتزوجت الا انت تبي ترتاح نفسيا، تبي تعيش حياتك، تبي، لكن اذا انت ما عندك هذا المبدا وتتزوج هذا خطا، بكره تنجب اطفال
من 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 اللي ضايع؟ من اللي الضحية في هذا الشيء؟ الأطفال. والله عرفنا قصص ناس قسما بالله تزوج أعمارهم صغار وجاء عليهم عيال وفي النهاية صار بينهم الله لا يقولها الطلاق، واللي صارت ضحية الطفل. خلوه، لا هم مع أمه، مرة مع أمه، مرة متشتت، وفي النهاية ضاع الطفل. حتى يقولون أول إذا مثلا بيصير موضوع طلاق يجتمعون أهل الزوجين، الحين لا ما في، لا ما في، طلق طلق على طول مرجلة. ما أخذها مرجلة خلاص، أنا ولد فلان يلا مع السلامة روح. صحيح، حتى صارت في عوائل كثيرة إن بنتنا جاتنا تشتكي خلاص طلق يا فلان، طب اجلس بينهم حاول تقرب، هدوا الأمور يسرة نصلح بينكم، لكنهم رافضين. احنا ترى نتكلم على جزء شريحه من الناس، المهم انا اتكلم على الكل. ان شاء الله في ناس كفو، في ناس عندهم تفكير، في ناس عندهم مبدا، فالله يوفق الجميع. هذه وجهه نظري انا. يا رب. ابو جفير، بما انك انت مع الزواج المبكر، كلموك جهه معينه قال يا ابو جفير بنقيم ندوه او محاضره مثلا، وراح نجيب لك القناه الفلانيه والقناه الفلانيه والفلانيه وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، انك انت تتكلم وتناقش هذا الموضوع، تقول موافق تم؟ لا، انا اشوف ان وجهه نظر يعني خاصه فيني، ولا ودي اني احث الناس على هذا الشيء يعني. جميل، لكن يمكن تكون وجهه نظر خطا ويمكن صح، ما تدري. شوف يا ابو جفير، انا بتكلم كلام بعيد عن البرنامج، انت ما شاء الله عمرك 21 سنه صح؟ لا خطا. انت مواليد 18 هجري؟ لا خطا. اجل اقل. انا معلمك. طيب. اقل يا رجال. لا هم يعني اسمحوا لي، في السوشيال ميديا بعض الناس يشوف الشخص بعمره يحكم عليه. هذا اجلس معه شخصيه بسم الله عليه، تحس الرجال يملك عقل وفكر متعدي بسنوات، عسى الله يزيدك. اتعلم منك والله. ما شاء الله تبارك الله، نجلس نمدح في بعض. وبعد انت ما شاء الله من الممثلين في السوشيال ميديا. ما قد شفنا ابو عايد في الانستغرام صور مقطع فيديو وتكلم عن موضوع الزواج المبكر، ليش انت ما ناقشته في السوشيال ميديا؟ والله وانا اخوك، انا ما جاتني الفكره المناسبه اللي انا امثله ابد، لا جاتني الفكره، انا مستعد لو جاني في سيناريو زين وممتاز مثلت. بمثل معك بعد. حياك الله ويجربني. وانت بعد يا سيدي. تم والله. ليش شرط؟ تذكر مقطعنا حقها مع قصي؟ اي والله. ايام راحت. ليش شرط؟ طيب وش فين؟ بعض المجتمعات ترى يعني ترى وتشوف ان زواج القاصرات هذا زواج مبكر واحنا مؤيدين فيه، سمعنا. وسمعنا قصص كثيرة، أنت معاهم من القاصر يعتبر زواج مبكر؟ القاصر يعني كم يكون عمره تقريباً؟ 14، 13. لا والله شوف أنها خطأ شوي، يعني تو صغيرة البنت والولد، حتى تو صغير كيف تزوجونهم صار ما عندهم. يعني أنت تأيدني يعني. أنت تأيدني أنك تقول إن لازم الشخص يتزوج؟ لا فرق، زواج مبكر ما أقول لك عمره 10 سنوات تقول لي زواج مبكر. هذا زواج. لا أنا جالس أقول لك لازم الشخص يتزوج يكون عنده القدرة، سواء المادية سواء في الحياة الزوجية. العمر أهم، العمر كم؟ نعم العمر، أنا أقول لك 25 وطالع. 25. أنا أقول لك يعني من حدود ما بين 20 إلى 24 هذا اللي. لا تقلد، شوف غير كلامه. لا أنا قلت غير كلامه. من 18 يعني، من 18 إلى 23 22. بس الشخص زواج مبكر يكون فاهم وعارف الوضع كامل. يكون فاهم على حسب الشخص، مو بكل الناس اقول لك ينفع مع احمد زواج مبكر، لا في واحد ينفع مع زواج متاخر مو مبكر. 50 سنه. ابو عايض، برايك بحكم ما شاء الله انت شخص تملك متابعين، الحمد لله انت قدوتي في الحياه، انا اقولها هنا واقولها في كل مكان، يستاهل يستاهل. وش نسوي عشان نحد من هذه الظاهره؟ يا جماعه الخير ما عاد في زواج مبكر، عطنا طريقه. انا اقول لك طال عمرك، احنا مثلا انا بتكلم مثلا عن الرجال. الرجال متى، انا اتكلم عن الزواج المبكر، الزواج المبكر متى يتزوج الرجل؟ اول ما يخلص الثانوي على طول، مثلا يروح يتوظف جندي على طول، راح دق له قروض، دق ما ادري ايش وتزوج. هذا خطا. طال عمرك كون نفسك، اجلس لك 3 سنين، جمع لك مبلغ، حط لك بيت، جمع مهرك، لا تضغط نفسك عشان لما تتزوج تكون مرتاح، لا عليك لا ضغوطات، لا عليك ديون، لا عليك ناس تجي تدق عليك الباب جيب الفلوس اللي خذيتها جيب. تعيش بنت الناس، تقدر تعيش باحترام، تعيش براحة نفسية، عندك القدرة المادية أيضا، ما ضغط نفسه. لكن الرجال أنا أشوف اللي يأخذ عليه ديون من يوم على طول الزواج، مو هو بخذوه فغلوه، زواج مسؤولية ذي أمانة، وأنت صح ولا لا؟ أمانة ما هي بأمانة. إيه بس الزواج مبكر حتى لو كان رجال مقتدر ما فيها شيء. وأنا أقول لك المقتدر يختلف عن المهم مقتدر، المقتدر يختلف عن المهم مقتدر، لكن شخص يروح يحمل نفسه ديون يروح يتزوج مبكر وشو عشان؟ غلط. جمع يا أخوي، حط لك بيت، حط لك شقه، مو بلازم فله، حط لك شقه. حتى لاحق على السياره بعدين. والسياره بعدين. خلوها مشي. ابو جفي، لو انت مسؤول، هذا الزواج طبعا شرع الله سبحانه، لو انت مسؤول مثلا وقلنا اعطينا قرار نمنع الزواج المتاخر، ايش ممكن تصدر قرار؟ وتخلي الناس يتزوجون غصب مبكر.
غرامة. كم غرامة؟ مليون. الله مليون. وانت عايب اعطينا قرار صارم، من تزوج بدري. من تزوج بدري يعني اعطيه قرار؟ نعم. من تزوج بدري، خلنا ادور لي قرار كفو. من تزوج بدري وهو دبا ينقز الجدران. خلا عشان يطلع ما يقدر. نستهلككم فاصل راجعين. مشاهدينا فاصل راجعين. طبعا بعض بعد الرجعه ترى ما في سؤال بضعك في بلوك، اللي راح يتبلك سوف يحاسب حسابا عسيرا. كيف بلوك؟ بتشوفون بعد اللقاء، انا فاجأتهم هذا الشيء. فاصل راجعين انتظرونا. حياكم الله ومرحبا بكم. جاهزين للبلوك؟ وش البلوك؟ فينا شرك ابو حبيب الربع. لبيه. توقعاتك البلوك من نصيب مين؟ واضحه، وانا ودي اني حاكمه، ما ودكم تحاكمون. ابو جفين البلوك. وش البلوك؟ حطينا استبيان في تويتر. إيه؟ نقول يا جمهور انتم مؤيدين لمين، لابو جفين او الربع؟ فالجمهور صوت. توقعاتك انت، الناس معاك او ضدك؟ لا ان شاء الله معي ان شاء الله. كفو. جاهز يا مخرجنا؟ عاوزين مزيكا، اطربنا بالله. اطربنا. جاهزين؟ الله يكفينا شر. البلوك. كيف البلوك؟ البلوك من نصيب من؟ ابو جفين. الله. انا الحين هو اللي فات ولا انا؟ انت. انا بحاكمه. ودي اني احاكمه. اول شيء نشوف النتيجة على الهواء؟ ابد. نشوف النتيجة؟ اللي مؤيد مع الربع 81. لا 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 لا. واللي مع ابو جفين 19. قايل لك اخوي الزواج مبكر لها اضرار. تدري ليش؟ تدري ليش؟ اللي صوتوا كل من الجيل التالي. شكلهم. شكل من الناس اللي كلهم تاج على راسي. يستاهلون. كل ابوهم. جيل التالي ولا جيل الان؟ اي والله. كيف المنظر بالله؟ والله طالع يا ولد مزيون على المنظر. كانكم محاكمه. ابدي اني احاكمك. حاكم روح. احاكمه؟ روح من راسك. كم مرة أكلت وجبة اليوم؟ كم مرة أكلت وجبة اليوم؟ بس تنتين. بالعافية. والله أنك كذوب. أنا من اليوم قمنا على هذا الحين الوجبة الرابعة اللي بناكلها معك. ما شاء الله تبارك الله. أبو جفين عشان نشيل البلوك عندك خيارين. الأول تعطينا السر من أسرارك، يقنعني ويقنع أبو عايض قبلي. أو الخيار الثاني أنك تصور سناب تقول يا جماعة الخير هذا وجهة نظر خاصة فيني وأنا يعني ما أمرت الناس فيه. ليش أنت ضدي؟ نزل السناب وانتهينا. يعني يعطينا سر؟ ايه تعطينا سر؟ لا عطنا سر. لا ما شاء الله. لا والله تعطينا. ليش صوري سناب مو على كيفك؟ هو خيارين. لا 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 تعترض على القناه. لا تعترض. شوف انا محتجم فيك وتروح وتخليه. اللي اختار معي يلا. لا 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 تعترض. لا انا معترض، انا احاكمك، ماني براضي انا بالسناب. ما تقول اذا يرضى الربع، ماني براضي بالسناب. ابي سر، ويمكن ما ارضى ويمكن ارضى. وش السر طيب؟ انت قل لهم، انت عارف اسرارك. انا عارف اسرارك. مدير اعمال. يمكن انت انسان مصلي، انسان في قلبك رحمه. خلي الرجال راحت يا رجل. اي يا اخوي صدق هذا ولد الرجال مبهذلني في حياتي. خلنا بهذل الحين قدام العالم. يلا صور سناب. صور سناب. قول نعم. وعليك بقول لك سر بعد ما خلص. شفت يا ضري؟ طيب وش يقول المتابعين؟ يقول انا وجهه نظري كذا كذا وانتم يعني ما امرتكم فيها. والله انكم طيبين. انا الان في البرنامج مع سعيد. لبيه. والربع. وجهة نظري عن الزواج مبكر يعني يمكن تكون صح ويمكن خطأ، وهذه وجهة نظري خاصة فيني. وانت ليش صرحت؟ صرحت عشان البرنامج. لأن الجمهور زعل منه معارض. لا لا ما عليه إن شاء الله نغير الفكرة إن شاء الله. الحين تغيرها. شوف ما تكلم زين. لا أتكلم بس بلوك نخليه شوي. خله بس. لا شيل غير اللمبة. لا والله خله طبعا خلنا نضحك عليه شوي. نخليه يستوي. طيب أبو عايض. لبيه. أنت ليش سموك الربع؟ إيه هذا طلع عمرك سماني إياه شخص أنا أحبه. الأمير خالد بن الوليد بن طلال. ونعم. إيه نعم. ولد الوليد بن طلال كان من أول أنا عندي علاقة فيهم من زمان يعني من أكثر من 15 سنة. فكان يناديني يقول يا الربع يا الربع يا الربع من محبة وتقدير يعني مو من أي شيء ثاني. فخليتها على الربع، خليتها مسمى على الربع مع إني ما في شيء ولا في حاجة. اسم عجبني وصار لقب لي وصار اغلب اللي الشباب اللي يعني اللي يعرفوني خاصين ينادوني الربع. خليتها على الربع. بس شوف ما شاء الله اسمك يعني كل ما قلنا الربع عرفوك عرفوك. الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى واحمد الله واشكره عليه وعلى 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 دعم الناس اللي دعموني ووصلوني للجميع تقريبا فئات المجتمع. الله يجزاهم خير وهذه
فخر لي ولا ادري كيف ارد جميلهم بصراحه. تستاهل. اي والله احنا كنا مره بتبوك وقابلنا واحد حجمه اكبر. اذكره. وش سميته؟ سميته النص. بس سعيد قمنا نتركز حنا هذيك اليوم يوم على شو اسمها الشيلات الوطنيه. الله في مهرجان تبوك طبعا ذاك اطول من الربع شوي. تذكرت النص. تعال يا النص. ابو جفين انت ما شاء الله تبارك الله صدرت كتاب جديد بمسمات وصون شيء ولاش هديتك نسخه ترى هذه لي انا خاصه. اي موقعه. انا على بالي بتعرضها في الشاشه ثاني هديه لي انا. اي هديه. والله من طيبك ابو جفير. شرط تشيل البلوك. لا لا خشمي على خشمي. يا مخرج شيل البلوك. لا انا معارض. الرجل يحرجنا. انا معارض هذا صار فيه بخشيش واضح عين العلم. سكوت شويه نجرب نشوف الجهاز يضبط ولا ما يضبط. استاذ مخرج لو سمحت اذا ممكن حط البلوك على الربع شويه. حط الربع ممكن شويه. ليه؟ هذا ما شاء الله مؤلف ابو جفين الجديد توصون شيء ولاش؟ توصون شيء. هالمؤلف ما شاء الله يوم نزل سبب اصداء سبب زلزله ما صحيح. بين مؤيد وما بين معارض. المعارضين وجهه نظرهم ما حد اقتنع فيها والمؤيدين اولهم انا عسى الله يزيدك والثاني انا والله يرفع قدرك. مع ابو عارض. نعم مؤيد. و لا استغرب عليك الكلام الطيب وحضورك للمعرض وما قصرت الله يعطيك العافيه. يعني الشخص عاش يومياته بالسناب قالوا ما عنده شيء ونالف كتاب قالوا لا ايش تبغون طيب من الناس؟ والله الناس ارضاء الناس غايه لا تدرك يا سيد. انا استمر استمر وترى في ناس اعمارهم 37 سنه اكثر كتبهم مقتبسات لكن ابو جفين تعب واجتهد نعم. فيها عسى الله يزيدك ونبغى المؤلف الثاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انت عندك توقيع؟ اي عندي توقيع يوم السبت القادم في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب. يوم السبت الساعه كم؟ تقريبا 7:30 6. هذا الامارات ما لكم عذر واللي بيجي من برا الامارات حياه الله نحضر مع ابو جفين ولنا الشرف الشيء. الله يحييكم وتشرف والله. انا اشوفها خطوه جميله من ابو جفين. انت مؤلف كتابه تاليف كتابه توصون شيء ولا حتى دعم للفئات اللي نفس عمره انهم يصيرون يتحمسون انهم يكتبون وانهم يسوون. صحيح اشوف ابداع منه واقول الله يوفقك ولا وانا اشوف ما تتطرق لاي شيء انه يسيء في مذاهب او انه يسيء في اعراض او انه دخل في هذه المسائل الدينيه او شيء كلها قصائد وصور خاصه فيه يعني ما تعرض لاي شيء فانا اقول والله انك مبدع واستمر مع اني والله بيني وبينك حساسيه. وما قصر ابو عايد ذكرني ان هذه رساله لاي شخص يملك المقومات وعنده الموهبه ما حد راح يجيك ويقول اكتب اذا انت ما ساعدت نفسك ما حد راح يدري عنك. ابو جفين ليش المسمى هذا؟ توصون شيء ولاش كلمة قلتها في البداية على برنامج الكيك في بداياتي تقريبا عام 2012-2013 فصار الناس يحبونها نزلت مقطع بدون لقولها وصار يكتبوا لي نبي الكلمة توصون شيء ولاش خلاص صارت زي ما تقول توقيع لي خلاص. حتى الأمير اللي يريد الله يحفظه ذكرها قالها مرة. أبو عايد هل ممكن نشوفك في دور يعني ما نبغى دور كوميدي نبغى دور شخصية كريهة ممكن تأديها مثلا شخصية الإنسان البخيل الإنسان إذا الدور يعني عجبني عادي أمثله هذا كله هو تمثيل. تمثيل يعني مو بأي شيء يعني الممثل الحقيقي يتقن جميع الأدوار دون استثناء جميع الأدوار أما اللي مثلا أنا لا والله ما أقدر أطلع في ذا الدور لأن لا مو كويس أنا بيطلع مثلا أتمالح قدام الناس لا يا أخي أنت ممثل لازم تمثل بجميع الأدوار جميع الشخصيات هذا الممثل الصحيح. قبل كم اسبوع نزلت بوست اثنين من الضيوف عندي إيه؟ كتب واحد كومنت انستغرام اهتم فيه بس كتب للاسف مجتمعاتنا نريد ان ترتقي لكن بمثل هؤلاء تنحدر. قلت الان بادخل بحصل كارثه. دخلت حسابه حاط البن فوق السناب شات حاطه فوق من حقه الصور كلها تميله. كتبت انا قلت يا عزيزي طب اذا انت تبي الناس يرتقون ليش ما ارتقيت انت؟ قال له انا مو مشهور انا فتناظر في الناس يعني انتم عاوزين ايه؟ والله يا سعيد واجد الفئات يمكن حتى مرت عليك مرت على ابو جفين ينتقدونه في النهايه هو اصلا ما عنده يعني وش اقول لك ما عنده مبدا ما عنده مجال النقد النقد هو عليه وهو ينتقدك هذا شيء خطا يعني انت سعيد ما شاء الله تبارك الله مذيع ومقدم ومبدع ومستمر انتقدوك انتقدوني يعني الربع انتقدوا ابو جفين انتقدوا لكن وش نقول رضاء الناس غايه لا تدرك. جميل ابو جفين انت مع الانتقاد او ضده؟ معوض. كيف اذا كان انتقاد في محله بدا معه على عيني وراسي لكن انتقاد في غير محله انا ضده اكيد. لما انتقدوك بعض الكتاب في تويتر الكتاب المعروفين
هذاك اليوم صراحة صدمني برده لما قالوا انه توه انت قلت برد جميل، ايش ردك؟ قلت الحين بدال ما تقفون معي وتكونون مصفي، يعني انا كبر عيالكم، تكون انت اول من يكسرون جدي في يوقف ضدي، شيء محزن يعني. يعني لو اننا بدلهم كاتب ولي قلمي، قرأت الكتاب صفحته، والله يا ابو جفين ابي اقابلك، ممكن انت عندك هذه حاول تعدل. نعم. حاول خلي ابو جفين بعد يعني كم سنة اذا سألوه من السبب بعد الله في وجودك في هذا الكلام بهذا القلم، يذكر الربع، يذكر الكاتب فلان، يذكر الكاتب فلان، ما راح ينكر فضلكم. فانت تبغى النقد الموضوعي اللي. نعم. في مكانه، اللي في مكانه بعد عادي، هذا يخليني اقدم اشياء افضل وابدع يعني في الايام الجايه. طيب انت مجهز ان شاء الله على كتاب او فكره جديده ان شاء الله قريبا؟ حامي باذن الله ان شاء الله. وبعدين ما كتبت شيء؟ والله انا جالس افكر ان شاء الله اكتب حياتي كلها، وكنت انا يوم افكر بيني وبين نفسي اقول ما ابو جفين اني بصدر كتاب وزي كذا، يعني اطقطق انا وياه، قلت انا بصدر كتاب اسمه صناعه الامل. كفو، لاني انا اشوف حياتي كلها امل باذن الله تعالى للجميع. وبعد مرات في سنابك اشوف بعض الناس يعني نفس طولك، الحمد لله خلقت الله ما لها اعتراض، فيقول انت اعطيتنا امل، انت ايش وضع الناس هذول؟ والله العظيم يا سعيد انك لو تشوف بعض الرسائل او الاغلب في الرسائل عندي في الخاص، سواء من ذوي حاجات خاصه، من ناس عاديين، يقول يا الربع الله يسعدك اعطيتنا امل، اعطيتنا دافع في الحياه، انت جالس توصلنا رساله وانت ما تدري. ظهورك بحد ذاته وكسر الحواجز قدام الناس بظهورك بطول قامتك ولا بتقصر قامتك امامنا، هذا بحد ذاته كسر الحواجز، اعطيتنا دافع الى الامام، احنا نقدر نوصل. انك انت ما عندك لا ياس في الحياه، انك انت مستعين بالله سبحانه وتعالى في كل امورك، ما همك احد، قبلني ما قبلني الله يستر عليه، انت يعني مستمر، استمر الى الامام. والله بعض الرسائل انها تعطيني امل ودافع اني انا ارتاح نفسيا، اقول الحمد لله عرفت وش اقدم، عرفت اني انا بثيت الامل في بعض الناس، ما اقول كل الناس، فالحمد لله والشكر، هذه اهم شيء عندي. نزول حتى في بعض، حتى في واحد من اخويانا يمكن سالفه ما يدري عنها الربع، كلمني ذاك اليوم، عنده اخوه يعني قصير قامه، فكلمني ذاك اليوم يقول ما يطلع ولا يجي ولا يروح ولا يجتمع. بعد ما اشتهر الربع يمكن بشهرين او ثلاثة شهور وشاف المقاطع، الولد قام يطلع يروح المسجد، يجي اول يقول والله يصلي في البيت، يستحي يطلع. سبحان الله. وكلمني قال ابغى اقابل، رحنا قابلنا كل، وصدق الولد تغيرت نفسيته مره، تغير نفسيته حتى انه من اللي طول يعني لو انا اقصر رجل في السعوديه وفي العالم. هو اطول. هو اطول يا ولد، انا كل ما جيت يا ولد ردي ودي اني اسلم على واحد ولا دنك، ما قدر. ما قد صارت والله يا سعيد، لازم يدنق ولا ارفع وجهي. انت تدنق على الناس بسلامك بادبك وباخلاقك وتربيتك. والله يجعلني فيديو، ترى انت غالي وتحرجني بك. احد المرات في السناب دخل لي واحد الخاص، السلام عليكم لو سمحت، انا نفس طول الربع وبيه يتزوجني. والله العظيم قبل سنتين قلت يا اخي هوني اكلم الربع نجمع راسين بالحلال. جزاك الله خير. بس انا خفت من الدعوه الثانيه. يمكن الناس اللي عندك ما يؤيدون ويحاربوني، فخفت انا. الله يجعلني. فانا هونت. تبغى اعلن الان على الهواء؟ انا الحمد لله متاهل وراضي باللي عندي. ما تبغى ابو عايز ثاني؟ وهي عيوني الثنتين، ما انا ما ارى غيرها احد. كفو. ولا الباقيين من غير قصور فيهم، جعل ربي يسعدهم ويوفقهم، ما لكن على ما قال القلب مملوك. اسال الله يحفظكم ويفرق بينكم. طيب مرات في السوشيال ميديا تواجهون انتقاد جارح، نكون واضحين. نعم. يدخلون في الاعراض. نعم. كيف تتعامل معهم يا ابو عايز؟ والله هنا اخوك هذا اللي يدخل في الاعراض او ان الانتقاد الجارح اللي ياثر في الشخص، انا والله ضده بشده، لانه يحطم الشخص، يهدم البناء، كل شيء. لكن اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فمن دخل الاعراض انه حسبنا الله ونعم الوكيل. انت ابو جفين اكيد واجهت الشيء هذا. انا في البدايه كنت يعني اهتم بهذا الامر. اتكلم عن الشخص اللي يقذف. يقذف مو ينتقد. يدخل في عرضك ويتكلم فيه. وانت ما سويت له شيء، انت شخص عايش حياتك تقدم، ما سويت. جزاه الله خير والله. ما اقول الا جزاه الله خير. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا اشوفه. ما حد منكم قد فكر بانه يقدم شكوى يراجع فيها يطالب فيها؟ لا والله الحمد لله. الشكوى عند الله سبحانه. سبحانه. هو اللي ياخذ حق الاروح اطامر ولا هو باكبر همنا. لا وكل محامي انت الموضوع. محامي بدراهم. من القضية طلع لك. هو يجيب لي فلوس؟ 500,000 مليون. وين هذا المحامي؟ انا 3 سنوات كنت امشي واعدي الصدق. وقدمت شكوى على شخص، الجلسة الأولى ما حضر، الثانية ما حضر، الثالثة إن شاء الله بعد 15 يوم جوالي ما سكت مقفلة. قلت يا جماعة أخي ولدكم دخل في عرضي وتكلم وقال، خلوا يكون قد الكلام ويثبت اللي قاله. استاهل ما جاء. أبوي كلمني على طاري هالسوالف، أحد الأشخاص مرة دخل وتكلم في واحد نفس الكلام، وهذا الشخص كبير في السن كلكم تعرفونه، يقول قدمنا شكوى
يقول كلموني اهله واقاربه، يقول والله العظيم تخيلوا كيف نزلوا الشخص اللي يتكلم هذا اللي يسبه، يقول نزله ابوه من السياره مربوط مع رقبته، مربوط بغتره مع رقبته. اي لا والله، يقول يجره لين نزله، ولد يحبي، يقول ناظرت ولد عمره 30 سنه هذا اللي يسبني، يقول شفت موقف ما تمنيت اني جيت فيه. الناس اللي الان مستمرين في هذا الوضع كيف ممكن ننصحهم نصيحه ونوجههم؟ يا جماعه الخير، الشخص اذا انت تحبه تابعه، ما تحبه خليه في حاله. انت مضطر. ايش ممكن ابو جفين او الربع؟ ما هو مضطر يا اخوي، ان اذا ما تقبل ذا الشخص او ما تحبه ما انت مضطر تعلق عنده او انك تجرح مشاعره او انك تقذفه. خلاص يا اخوي، حتى ولو ما بعد عطاه بلوك عشان ما تدخل صفحته مره واحده. اما انك تعرض الناس وتجي مجرح مشاعره هذا والله العظيم حتى انا يمكن دعوه مني يمكن تصيبه يمكن تحروله، ما تخليه يتحرك. استجاب الدعاء ان شاء الله عندك باذن الله تعالى. المظلوم جميع المظلومين ادعاهم مستجاب. قذف يا اخي، القذف ذا الا القذف يا اخوي، تقذف محارم الناس اعوذ بالله. الله يذكر امك كبيره في السن. ابو جفين، انت ما شاء الله تمثل مقاطع من عام 2011 او 12، هل قد فكرت بانك تمثل شخصيه معينه وما قدرت عليها؟ اداء مقاطع كنت مضحكه. شخصيه هذا لك شخصيه رشيق عرفته سكس باق كذا ما قدرت؟ لا والله، واللي يناقز عرفت الجدران. طيب انت اقدر، انت ما شاء الله سريع. هو سريع، هو سريع سريع بس ما في لياقة. لعب كورة؟ والله يلعب كورة، والله يعدي راس حربة. بس الحاجة اللي ما قدر يسويها معي الكوبري، ما قدر يسوي فيني. فيك انت؟ ليه؟ ما يمديها. ما يمديها. انا بالي. طيب انت بعايد. اتحداه يسوي فيني كوبري، اتحدى. انا والله ما يمدي. الا كان بالكورة ذيك التيلة. انا الغلط. طيب ابو عايد، ابو جفين، في شخصيه معينه تبي الربع يمثلها انت في بالك؟ اي والله. مثل؟ والله ما ادري والله. بغى وهو يعني ودك ان الربع يمثلها بكره او بعده؟ شخصيه والله ما ادري، واجد والله يبي له واجد. عندك شخصيه انت تتمنى تمثلها؟ انا اتمنى انا؟ اي ودك لكن ما قدرت عليها. ما قد مثلا فكرت انك انت مسؤول؟ الله كريم. لا لا أبو لا طبيعه ما توقف. ما في امل، ما في امل الشك والله. لكن لا اتكلم عن تمثيل. تمثيل والله لا، ما مثلت شيخ القبيله. مثلنا شيخ القبيله من تخاضي. تستاهل. اي هذا شيخ القبيله نفس المشهور. مثلنا شيخ القبيله ومثلنا مقاطع كوميديه، مثلنا الشخص الزاحف، مثلنا الشخص التوعوي، مثلنا احنا مثلنا ما اشوف في شخصيه عاقت يعني. انت ابو عايد انت فيك طبع تتاقلم على الناس بسرعه ما شاء الله الحمد لله، على طول بسرعه بعض الاحيان. ما قد تاقلمت بسرعه وتحسفت؟ الا والله واجد. بعض الناس تفتح محل المياره طال عمرك على ما قال يخرب الدعوه كلها، تصحى لو عند الباب. هذه المشكله. كيف تتصرف معاهم؟ والله انا اخوك انسحاب طيب على ما هو. مو كبر، بس انت انسان عندك خصوصيات. نعم. تبغى تروح تبغى تجي. بعض الناس اذا رديت اذا تعاملت معاه مره مرتين يحسب انك انت حبيته وانت بتجامل بحكم وضعك. لكن الله يهديها يا رجال. والله بعض الناس الله يهديها ينشبك في ينشب في حلب. ابو جفين، انت ما شاء الله في هذا المجال من قبلي انا والربع، رايك في هذا المجال؟ والله مجال جميل جدا. ماش مستمتع يعني؟ الحمد لله. بس انت ما شاء الله يعني ناس كانوا معاك ايام الكيك يعني بحكم الظروف انتهوا او يعني وقفوا، انت ما شاء الله تبارك الله متجدد. كل ستة شهور بحاجه، كل ستة شهور وكل شوي قصيده. والله الحمد لله هذا كله توفيق من الله سبحانه. كيفك مع القصيد؟ ابد موجود مجهزين. يريد الله. اقول لك الرجال ذا يلموننا فيه، عطى بلوك ثاني. جاهزه ولا؟ جاهزه. بسم الله. يقول بيض الله وجه سكات الزمان. زمان. بيض الله وجه سكات الزمان، تخبر الرجال بعز اصدقاه، كم صحيب فاز في كسب الرهان، ثم صار الشر والخبث اي حداه، واللي بحكيه معك يرخي العنان، وفي الفعول يصير ما كانها حكاه، يا عساه افدى الحصان ابن الحصان، الرفيق اللي نومسنا نباه، اذخره واعتز به في كل شان، بيض الله وجهه وجعليه فداه. سلام عليكم. الله صح لسانك. صح اذنك. هذا توه متعشي. هذا قصيده يا ابو عايد. شوف انا العين ما تعنى الحاجه. انت شخص اعرف ان انت تملك قلب رقيق، يعني انا دائما انت تتكلم عن الحب في السناب وعن الغرام وعن الزواج وعن حط لنا في كم بيت واعطني اياها جاهزه. سمعنا هذيك اللي نظرت الباب هذه طال عمرك ابيات. انا ماني بشاعر ترى، بس اني انت قيول.
واحدة طال عمرك قصيدة كتبتها وامي طالعة كانت رايحة اسبوع عمره. الله يحفظها. اللهم امين امهاتكم يا رب. قلت مريت وناظرت انا الباب ومن غير مشعر هلت دموعي، والله لولا الوقت وحكي الاجناب لسري مع درب ما به رجوعي، يا بيت مالك نور من عقب الاحباب، الله يصبرني على هذا الاسبوع. سلامتكم. الله صح لسانك. صح لسانك. صفك. طيب ليه ما تصفق؟ على خشمي. والله هذه عنصريه، صفق الوجه ولا تصفق. على خشمي. ابو جفين انت مستمتع باللقاء؟ الحمد لله. ابو عايد مستمتع باللقاء؟ ما يحتاج ما دام احنا مقابلينك. انا معازمك على عشاء. تم. بعد ما بالحين بعد اللقاء. تم. ابو جفين نبغى تمثل عملي. انت ابو عايد كنتوا في الدور الأربعين احد الفنادق، وفجاه جاء حريق. انت ما شاء الله سريع، الربع يتدلع شوي، ايش ممكن تسوي بالربع عشان تنقذه وتساعده؟ بشيله وبنحاش. كيف بتشورن؟ احنا بنشوف احنا بنشوف حمل. والله صدق بنشوف. والله ان جاني للطخه. لا خبل انت بعايض. يمكن جاي رجال مبهذلني. والله لا والله صدق. والله ما تقوم بعايض. يمكن جاي حريق بكره. ايش كنت بروف؟ والله ما يجيني. والله انا طالب. امس بالفندق شغل الانذار الحريق و نبغى نشوف عشان الجمهور. والله المسني اني لا ارفع شكوى في دبي. هذا القناه واضحه. لا لا ايش ارجوك رجاء خاص ما يلمسني. لا بعايض. لا شله بسيطة عشان نشوف نجرب. يا ولد ذنبي يطيح لي يخسرني. بسم الله بسم الله. انا ما اقدر. لا لا يلمسني. لا بسم الله. والله عكا. توكل على الله. سعيد ايش فيك انت؟ والله ليش تقي عليه؟ خلنا اشدوا يا متابعين. خلنا يعني خليك تموت؟ اي هذا ما يخلي والله. انا عندي حركة على المخشوب ادفه وانحاش. شفت بقى؟ والله هذه بحق. تخليه يشيلني في الحلقة. والله ما ترى تزله ولا يشيلني. كفو. المهم سعد رابكم وتشرفنا. الله يجعلني. نورتونا. الله يجعلنا. وعز من جانا. حنا أسعد والله يطول عمرك. وين عشان الليلة؟ لا تريد تحاسب؟ لا والله ما حاسب. ليه؟ عازم من علىها. والله ما حاسبت اني لفضحت في السنام بعد شوي. بعايد. والله لو تقول. أنا بيطل عمرك مشويات نبي حركات. أنا مسوي دايت بعد الساعة 9 ما أكل شيء. الحمد لله هاي بغير أنا وأنت. بعايد مجهزين مكافآت مجهزين. والله في مكافآت. اسكت. والله يبين وجهك. حاجة ما أدري في عشاء الشيء. مشاهدينا. انت انسان تملك عقل وتملك فكر، احذر كل الحذر بان يجي ابوك او اخوك او من كان يقول راح نزوجك بكره على فلانه، او راح نزوجك انت يا فلان على فلان. دام انت غير متهيئ فكريا وغير جاهز احذر كل الحذر. واتمنى من كل اب ومن كل ام يتابعوني، مرنوا عيالكم، علموهم كيف يتحملون المسؤوليه. الان صارت تقام دورات تتاهل الازواج، اهل عيالكم جهزوهم ضبطوهم عشان يكونون قديش مسؤولية. مسؤولية. نلتقي الحلقة القادمة، تصبحون على ألف خير. تمام.